ورا. ميرسي نورك. في الاول بقى عشان نجاوب على السؤال اللي انا سالته. ايوه. هل في اتيكيت لاختيار هدايا عيد الحب؟ نعم، في اتيكيت لكل حاجه. لكل حاجه. لكل حاجه. اه طبعا. كل سنه وكل العشاق طيبين، وكل اللي بيحبوا بعض طيبين، ويا رب يبقى عيد جميل وسعيد علينا كلنا. يا رب. اه في هديه. وفي اتيكيت لتقديمها، وخصوصا لعيد الحب، عيد العشاق، هو عيد اللي بيحبوا بعض وبس. الفكره انا مع الهدايا مش بقيمتها. وانا كمان على فكره مش بتمنها، هي بقيمتها. طبعًا. الفكره ان انا بعبر ازاي، يعني ممكن طول اليوم انا احاول اخلي التليفون سايلنت، وابعت مسج لطيف، احضر، ابقى عامله لوك مختلف، ابين لحبيبي. طبعا انا مش منتظره اليوم ده، بس اليوم ده بما انه عيد للعشاق فانا لازم اعمل ده لحبيبي، واللي بيحب حد بيحاول يساعده باي شكل من الاشكال. اه زي ما بنعمل الكحك في عيد الصغير. آه. وبنذبح في العيد الكبير. عيد الحب برضه ليه حاجه، ليه طقوسه برضه. ليه طقوسه. فالفكره بقى مين بيهادي مين؟ اللي لسه صغيرين، اللي لسه باول مره بيحبوا بعض، ولا المخطوبين، ولا المتجوزين، ولا اللي عدى سنين على جوازهم، ولا مين؟ هي كل مرحله ليها الاتيكيت بتاعها. طبعا. اوه لله. والفكره كمان الشخصيه اللي انا بقدم لها الهديه. لازم اتعب شويه طبعا، غير ان انا افكر ميوله ايه، اتجاهاته ايه، بيحب يعمل ايه، واجيب له الهديه وتكون يعني مثلا ما ينفعش يبقى هو تخين واروح اجيب له انت لازم تروح الجيم او جلسات او يعني احاول انتقي الهديه ان هي تخليه مبسوط، تضيف ليه الفرحه، ما تخليهوش ايه ده هي قصدها ايه. ما تجيش ما تتفهمش بشكل غلط يعني. او مثلا بعض الرجاله بيحاول ان هو يبقى يتذاكى ويجيب حاجه للبيت ما تكونش ليها هي. هدايا عيد الام دي انا عارفاها. زي هدايا عيد الام. خلاط، حله، طاسه، هرنا امهاتنا. بالظبط. فبنحاول ان احنا ان هي تكون هديه شخصيه على حسب ميوله اتجاهاته، يعني لو هي بتحب القرايه ما فيش مشكله، لو ممكن هي بتحب الفضه يبقى في اتجاه لده. احنا هنحتفل وخصوصا عشان الوقت اللي احنا فيه والكورونا، فهي تعمل احتفال لطيف او هو يعمل. الفكره يمهدوا لبعض، يلمحوا لبعض، عشان هما الاثنين ما يبقوش كل واحد فيهم عامل اتجاه مختلف عن الاخر. ايوه. ونحاول يكون اليوم ده مختلف من اوله لاخره، يعني صباح الخير نقولها بشكل مختلف. نحاول بأي شكل يعني. واللي عايز يسعد التاني بيقدر ان هو يعمل ده بكلمة لطيفة، بمسج حلو، بأغنية حلوة، وطبعا الهدية. لو احنا مش هنخرج احنا ممكن نعمل عشاء حلو، ممكن نلبس لبس لطيف، ممكن كيكة بشكل القلب مثلا، يعني ده بجانب الوردة الحمراء اللي محدش يقدر يسألنا. هل الحب الاول اختيار المكان مهم؟ يعني واحنا بنحب بعض كده في الاول، تمام، خصوصا يعني في الاوائل كده وسو سو سو. ايوه. اختيار المكان اللي هيتقدم فيه الهديه، ازاي اختار المكان؟ على حسب احنا هنخرج ايه، يعني انا بفكر في حبيبتي مساحتها ايه، بتحب ايه، اتجاهها ايه، وبحجز لها من قبلها في المكان ده على حسب. واللبس كمان بيبقى مرتبط بالمكان، اذا كان عشاء عادي او اذا كان في اوتيل فخم او خلافه. ويستحب او يفضل الاتيكيت بيقول ان يعدي عليها ياخدها بنفسه في اليوم ده. وبيكون حاجز قبلها ب 48 ساعه، عشان طبعا الفتره بتاعت الكورونا ونسبه اشغال الاماكن بتبقى اقل، فالمفروض ان هو يبقى حاجز. لا ندله الكورونا من حياتنا. ندله الكورونا عموما بيبقى حاجز قبلها ب 48 ساعه، وبيبقى متفق على كل تفاصيل اللي هتتم، الاكل اللي هيتقدم والحاجه والمكان وغير بقى الهديه. والمفروض ان هو بيعدي عليها وبيكون لابس على حسب المكان كلاسيك، مش جينز. نبعد خالص بقى عن الجينز والمقطع، ولا ده مناسبه مختلفه عشان يكون ليها شكل مختلف. ده بالنسبه للحبيبه اللي لسه ما ارتبطوش او اتجوزوا، ولا حتى لو المتجوزين، لو انا هعمل عشاء او هنتجمع انا والولاد وجوزي، نحاول ان احنا ننبه على بعض، نقفل الموبايل في وقت احتفالنا، خلينا نقرب شويه من بعض. دلوقتي كل واحد بيبقى مشغول في السوشيال ميديا وفي الموبايل بتاعه، وبيبقى ملهي عن التاني، ولو ان عارفه محتاج ان انا يبقى في اي كونتاكت. بالظبط. محتاج ان انا حتى اللي نازل جاب لي الهديه وهي بتتقدم لي انا استقبلها ازاي؟ انا لازم استقبلها بسعاده، يعني هو فكر فيا ولف ونزل وعمل مجهود عشان في الاخر، وممكن طريقه لف الهديه او الكلمتين اللي عليها بشكل، كل ده بيفرق. طيب كل ده بيعلي. لو جالي هديه
حبيبي او جوزي جاب لي هديه وبصيت ايه ده انا عندي منها او ما كنتش عايزه دي، لا ما ينفعش. او اعمل ايه بقى في الحاله دي؟ ما ينفعش، هاخدها وهفتحها بطريقه لطيفه وهقول له متشكره جدا على تعبك، واجل اخباره ان انا عندي زيها او ان هي مش مناسبه لبعدين وقت تاني، بس ما بوظش. طب يا حبيبي معاك ريسيت ولا لا اروح ابدلها؟ لا، وما يصحش برضو في العازمين بعض اللي عازمها بره ما ان هي تعرف الحساب في اليوم ده قد ايه. لا يعني احنا خرجنا خروجه لطيفه وفي الاخر بقى يقول لها تصوري انا اتكلفت كذا. بيبوظ اليوم كله، بيبوظ كل اللي هو عمله. فناخد بالنا من الحاجات الصغيره، ما يتنرفزش، يبقى مظبط مكان في ركنه عربيه لطيفه عشان الوقت ما يروحش في المشوار وفي الركنه وخلافه، شويه تفاصيل صغيره، طريقه تقديم الهديه، ورده قبل الهديه، وعلى حسب. لكن الهديه مش عاجباه او مش عاجباها، هو كويس جدا ان الطرف التاني يفكر فيه، ولكن انا ممكن اعلق فيما بعد بس ما بوظش اليوم، لان ممكن البادي لانجوج بتاعي او طريقتي او الكلمه اللي انا هقولها تبوظ اليوم خالص والمود ويتقلب، يعني عارفه غير، يعني انا عايز اعمل اتجاه لسعاده وحب يتقلب لاحباط، احباط جدا او نقد بقى، وممكن تقلب بخناقه، فما فيش داعي. نعدي العيوم عيد احسن. في الدباديب اللي مغرقه مصر كلها.